حضرتكم المؤتمر الصحفي لكابتن احمد سامي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا بعد مباراه الزمالك اليوم. التوفيق كامل لنادي الزمالك، كان محظوظ جدا، محظوظين جدا في اقل الكره انفراد محمد ابراهيم انفراد جون في اخر الماتش. عملنا التغييرات كلها تغييرات هجوميه، واحنا بنلعب باسلوب متوازن. انا ما بقلقش من اي فرقه، كل المستويات متقاربه. نادي الزمالك نادي كبير وخد الدوري سنتين ورا بعض، لكن في نفس الوقت مستوى اللعيبه، لان دي شغلتي وعارف مستوى اللعيبه كله متقارب من بعض. الفرقه جديده، مكونها جديد، وان شاء الله هتأدي احسن من كده بكتير، وهيبقى في شراسة اكتر من كده. بس احنا بنشتغل على ايه اكتر في حته يصدق ان هو ممكن يروح في حته بعيده. والحمد لله انا بشكر اللعيبه قدوا مجهود وبارك لنادي الزمالك. كل ماتش ليه ظروفه، يعني انا معايا لعيبه كويسه، وفي نفس الوقت احنا عاملين توازن في الفرقه بشكل هجومي ودفاعي بشكل كويس. احنا حوالي 8 9 لعيبه النهارده جداد اول مره يلعبوا مع بعض في نادي سيراميكا. فكل ده هنشتغل عليه، لكن احنا بنتكلم على حته ان انا بالتدريج لازم الامور هتتعدل في حته طريقه التفكير اللعيبه. وانا قلت لهم الكلام ده، انا انتوا فرقه من غير جمهور، بس انا الجمهور بتاعكم. هتلاقيني مره بضغط عليك، مره بعملك وحش، مره بعمل، مره بسوي فيه، لكن انا ما عندكش جمهور، لكن انا الجمهور بتاعك. فيعني يعني اللعيبه النهارده ما قصرتش، بس احنا كان غايب علينا، لازم تصدقوا كده، ان احنا كان غايب علينا التوفيق. لو معايا توفيق النهارده الزمالك ما يكسبش نهائي. هو طبيعي جدا ان انت في اخر الماتش، لا لا احنا بنلعب كوره، هي دي الكوره اللي المفروض كل الناس تلعبها. انا سهل جدا ان انا اوقف لك ال 11 ورا، طب ما اجيب بقى اي لعيبه، مش اللي اجيب اللعيبه دي، اجيب اللعيبه والعب على التعادل وابقى مبسوط. لكن انا ما بعملش ديلات مع الادارات. يعني ايه؟ يعني انا جايب لعيبه عشان عايز اعمل نتائج واعمل كوره حلوه، لكن حته ان انا اتكتل واعمل الكلام ده لا. انا شايف ان الامور كلها سواء سيراميكا ضد الزمالك ضد الاهلي ضد بيراميدز، كل المستويات متقاربه من بعض. احنا عندنا ثلاث لعيبه واربع لعيبه لعبوا في الاهلي، عندنا كابتن نادي الزمالك محمد ابراهيم ناصف، عندنا لعيبه كلها، كل اللعيبه دي لو انا قلت بكره الاهلي والزمالك هيجروا يشتروهم. فانت عندك، انا عايز اني اعمل كره حلوه بتوازن. المساحات لازم هتبقى موجوده طالما انت بتهاجم وعندك، بس المشكله بقى ايه؟ يبقى عندك معاك توفيق. لو معاك توفيق النهارده في الفرص اللي ضيعتها كان زمان ما كنتش قلت لي انت بتسيب مساحات في ظهرك خلاص. ما نفس الاسلوب ده عملناه مع المصري، بس كان في توفيق للمهاجمين جابوا الجوان.